الحركة يعني دون الوسط، يعني مو وسط دون الوسط، ضعيفة. الدور اللعبه أكتر الشيان الفرق بين الدولار والتركي. تصريف التركي السنة أثر على الشعب كتير، يعني سنة الماضي كان الدولار بين الدولار والتركي مثلا 1800، السنة 3300. يعني الكيلو اللي كان حقه مقال لك مثلا سنة الماضي 50، السنة 100. نفس البضاعة ونفس الجودة ونفس المتانة، بس الشوي كسرة التركي لعبت دور كبير وأثرت على العباد كتير، فلذلك القوة الشرائية ضعيفة. هلا بالنسبة للأسعار، أسعار شفت أسعار غالية بشكل عام، يعني الشغل ضعيف ماكن. طلع هيك تدخل على المحلات أسعار الألبسة كلها غالية، كل شيء غالي. يعني اليوم مثلا أنا عندي 3 أولاد، بدي أكسياً بدك أقل شيء 100 دولار لثلاث أولاد، عارف شلون؟ أي بالنسبة للألبسة، يعني بدك تشتري مثلا حليات عيد كذا هيك، دائماً بيجي العيد هو فرحة، بس نفس الوقت واحد بغص شوي هيك، يعني مصروف غالي وشغل ضعيف ماكن. أسعار غالية، كل شيء غالي، فلذلك نسأل الله الفرج عن الجميع المسلمين إن شاء الله. اليوم أنا راتبي 2000، عندي ولدين وأنا أم من 4، يعني إذا نشتريها كلها اثنين بدنا نقول شيء 3000 تركي، يعني مكسورين لورا. والعالم لو تيجي لهم كلها تيجي تفرج وبتروح، ما معها بتطلق تفوت على محل أبو الحزية أقول لها طعم 200 و300، ما تقدر تشتريها لأبنها. يعني إذا عندي 4-5 أولاد قلت لك أكسي لأكسي على موجب 2000 ليرة راتبه. اليوم فاتحين العالم كلها البسطات والرز وهذا كله، العالم فتحته الله يكون بالعون، يعني العالم ما بتجيب هم أكله، يعني يعني ولا عاد تشتري لأولادها ولا تاكل. هدايا العيد، هدايا العيد، هدايا العيد، هدايا العيد. أسعار يعني ما هي مقابلة للشعب، إنه وضع حالنا وضع السنة كتير ضعيف ضعيف. يعني اللي عم يشتغلهم 200 بيجي على السوق بقول داخل طبخة، الطبخة اليوم 200، لك ليه غيوا؟ بقول لك الأسعار هيك، ليه من السوق؟ طيب في هلا التجار ترحب على الشعب بوضع المادي، أيام فضيلة آخر 10 من رمضان، لازم يكون في تسامح وفي محبة. يعني اليوم أنا عندي ولدين تنزل اشتري من السوق اي قطعه للولد شيء قارب 500 700، طيب انا ما تخلي 2000، شلون بدي احط 2000 للمقابله؟ يعني هون بضل انا الشهر مكسور.